السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن شاشات الاندرويد. فيديو النهاردة عن ازاي اغير سيم لموديلات تي اس 18 وتي اس 10، موديلات معينة، بمعنى الموديلات اللي بتدعم الثلاث نوافذ، التقسيمة بتاعت الشاشة الرئيسية. طب ازاي اعرف الموديل اللي عندي؟ الموديل اللي عندي لازم اخش على سيتنج، اجيب اباوت ديفايس، ارفع قائمة لفوق تلاقي السيستم فيرجن، اخره ويندو وسيمي، ويندو وسيمي الاثنين مش سيمي بس. تمام، الاصدارات دي بتبقى محدودة شوية، بتدعم ثلاثية النوافذ، بمعنى ان كل جزء من الشاشة بتقدر تتحكم في حاجة مختلفة. اولا الجزئية دي او الشاشة دي بتقدر تستعملها في النافيجيشن اللي هو المابس او الخرائط، تمام، وممكن تقدر تستعملها في اي حاجة تانية بس بتحتاج برمجة. اولا المنطقة دي اقدر اغير التطبيق اللي بيشتغل داخل المربع ده عن طريق ابليكيشن، هسيب لك اللينكات بتاعته اسفل الفيديو، اللي هو تي دبليو راديو سيلكت، تمام. مجرد ما تضغط عليه، تمام، هيبتدي يفتح لك اللي هي النافذه اللي اسمها بي اي بي، هي دي النافذه اللي احنا بنتكلم عليها. مجرد ما اختار من هنا كده مثلا واحدد ابلكيشن معين يظهر فيها، هتبتدي تغير بس الخطوات برضو، تمام. وليكن عايز استعمل النافذه دي في تشغيل فيديو، اختار مثلا وليكن فيديو، مجرد ما اخرج بره الابلكيشن معايا غير للفيديو، تمام، وهكذا. طب في فرض مثلا لو ما غيرتش، هضطر اخش على السيتنج واجيب منها جنرال واجيب ديسكتوب ويندو فانكشن سيتنج، تمام، ابتدي اغير من هنا. كده كده ما بيظهر لكش غير اربع اختيارات في الاعدادات من هنا، تمام، بس عن طريق التطبيق اللي هو تي دبليو راديو اقدر اغير من هنا البي بي ديت، اغيرها مثلا وليكن ميوزك او راديو، تمام. مجرد ما اخرج هي لسه فاتحه مابس، اقدر اخش على سيتنج اجيب جنرال اجيب ديسكتوب ويندو فانكشن سيتنج، اختار راديو، اعمل باك، خلاص كده الراديو هيشتغل في المربع ده، تمام. وبرده بتقدر تتحكم فيه، ممكن اشغل في الجزء ده التي لينك، اقدر اشغل اي تطبيق متاح على الشاشه بس عن طريق تطبيق تي دبليو، تمام. ده بالنسبه للنافذه. يعني نيجي للجزء الثاني، بالنسبه انا لو عندي شاشه بتدعم اباوت ديفايس، لقيت الفيرجن بتاع شاشه ويندو لكن ما بتدعمش تقسيمه الشاشه دي، اقدر اغيرها منين؟ اقدر اخش على سيتنج اجيب فاكتوري باسورد مستعمل اربع من 1 لـ 6 كونفيرم، هرفع القائمة لفوق هلاقي في حاجة اسمها هنا سيتنج بي 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 اي بي، تمام. لازم ان تكون معمولة في وضع اوبن، لو معمولة كلوز هتظهر الشاشة طبيعية خالص زي الشاشات العادية اللي ما بتدعمش نظام الويندو، تمام، او النوافذ. نيجي لتالت خطوة معانا، تالت خطوة معانا ان ازاي اغير السيم. الشاشات دي عموما بتستعمل سيميزات مخصوصة بتدعم اس بي اف، تمام. لو دخلت هنا على طبعا ركبت الفلاشه هتلاقي اللينكات اسفل الفيديو، تقدر تحملها وتنزلها على يو اس بي مفكوكه الضغط طبعا، برنامج 7 زد او انرير. ركب الفلاشه في الجهاز، افتح فايل مانجر، افتح اليو اس بي ديسك، تمام، اسيب لك فولدر فيه 9 سيميزات، تمام. اول سيم اللي هو الطبيعي اللي هو بتاعنا اللي هو دي صباح ونهار اللي هو بيشتغل الاثنين، تمام، دي الصوره بتاعته، انا حاطط صور كاستعراض بس للسيميزات اللي موجودة. وليكن السيم دوت ده المنظر بتاعه، تمام. كل اللي عليك انت تعمل كخطوات بقى، كخطوات ركب الفلاشة، افتح الفولدر، افتح الفولدر ده، هتختار الملف اللي اخره اي بي كي من الصورة اللي تعجبك طبعا، هاخد منه كوبي نسخ، ارجع الفلاش اللي هو الذاكرة الداخلية للجهاز، هلاقي فولدر هنا اسمه سيمي. طب ما لقيتش فولدر سيمي، اعمل فولدر بنفس المسمى سيمي، خش يدخل على الفولدر، اعمل نسخ بس كده. بالنسبة للسيم ده خلاص دور الفلاش انتهى، هدخل على تطبيق سيمي، عندي هنا الواي فاي مقفول طبعا، لازم تأكد على الخطوة دي، هدخل على العلامة دي تكة مطولة على علامة الترس، هيقول لك يو ديسك امبورت اللي هو بياخد من مصدر داخلي على الجهاز اللي هو اليو ديسك بتاع الجهاز، اضغط عليها، اختار الملف ده، اعمل امبورت، كده معاك الجهاز اتقلب بالسيم الايه الجديد، تمام.
وهكذا. طب انا خلاص ثبت السيم ده، خلاص الفلاشة دورها انتهى، وليكن انا ركبت الفلاشة تاني، اخد من عليها سيم تاني. تمام، اخش على الفايل مانجر، اجيب يو ديسك، اختار الفايل بتاع السيمزات، اختار وليكن السيم ده، وليكن نشوف شكله، شكله كويس. تمام، كنسل، مش هتسطب هنا، هتاخد منه نسخة كوبي، خش على الفلاش الداخلي، خش على فولدر سيمي، اعمل نسخ، ارجع بره، اختار سيمي، اضغط على العلامة هنا، طبعا مش هيظهر، لازم تكة مطولة على علامة الترس، اضغط على اليو ديسك، هيقول لك مش هيقدر ان هو يستورد الملف الجديد. تمام، فالحل، الحل لازم اعمل باك وكمان باك. تمام، اختار الترس بتاع علامة سيمي اللي هو بتاع اعدادات التطبيق. تمام، اعمل كلير داتا، كلير داتا يرجعك طبعا للسيم الاصلي اللي احنا كنا في بداية التشغيل. تمام، ارجع تاني على تطبيق سيمي اكني لسه اول مرة استعمله، الفلاشة دورها انتهى لما عملت كوبي نسخ للملف، اعمل اجري موافق، اضغط على العلامة ديت، تك مطولة على علامة الترس، اعمل يو ديسك امبورت، اختار الملف الجديد اللي انا نقيته. تمام، او اخترته من وسط 9 ملفات، اعمل امبورت، استيراد. تمام، غير لي المنظر، طبعا الايقونه دي كبرت، انت هتغير منين اللي مش التطبيق اللي بيشتغل جوه الايقونه؟ عن طريق تطبيق تي دبليو راديو سيلكت. تمام، وليكن اخترتها، خليت عايز، احنا كنا عايزين نختار ايه مثلا، وليكن بلوتوث، اعمل باك، وبعدين اخش على الاعدادات سيتنج، اجيب جنرال ويندو فانكشن. تمام، اختار بلوتوس كده، خلاص قال لك تمام من تحت، هيشتغل معاك الايقونه دي بلوتوس، وهكذا. الملفات اللي هي الاس بي اف دي بتشتغل على الاجهزه اللي بتدعم الشاشات المنقسمه، بمعنى ما ينفعش يبقى معايا موديل تي اس 18 او موديل تي اس 10 واشتغل بالسيم ده، السيم ده تستعمله فقط على الشاشات التي تدعم النوافذ المنبثقه دي، او ثلاث نوافذ. تمام، ده كان بالنسبه للتي اس 18 وازاي اغير السيم بتاعه. طبعا اللينكات كلها متاحه اسفل الفيديو، تقدر تعمل لها داونلود بسهوله، استعمل برنامج 7 زد، هتحتاج كمبيوتر عشان تفك الضغط. تمام، هتنزل، هنزلك طبعا التطبيق، اللينكات تحت الفيديو، تطبيق اللي هو اسمه بي بي اللي هو خاص بتغيير النافذه العائمه اللي هي المربعه ديت. تمام، وتسعة سيم مجاني. تمام، اقدر استعملهم بس ببدل بنفس الخطوات اللي شرحناها في الفيديو، مفيش اي اختلاف على الكلام دوت، يعني مجربه على اكتر من موديل تي اس 18 تي اس 10 بيدعم النوافذ المتقسمه دي، التطبيق شغال. تمام، في حال استعملتهم على اجهزه عاديه مش هتشتغل، وده بالنسبة لتي اس 18 وتي اس 10 فقط، او اي جهاز من عائلة تي اس بس بيدعم النوافذ المتقطعة. تمام، شكرا.